في حلقة اليوم سنتحدث عن ملخص سفر أعمال الرسل. عزيزي من جبل الزيتون، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن شرح مختصر عن سفر أعمال الرسل، وما هي الدروس والفوائد اللي ممكن نتعلمها من هذا السفر الرائع العظيم. موجود أنا على جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة القدس أورشليم. تستطيع أن ترى وادي قدرون، وخلفي الأسوار القديمة مع البلدة القديمة تستطيع أن ترى كنيسة القيامي. أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة، نتعلم من الدروس الجميلة عن سفر أعمال الرسل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا ماشي فوق أسوار القدس القديمة مدينة أورشليم، هذه الأسوار مشهورة في التاريخ. تعد رحلة الرسول بولس التبشيرية الأولى أقصر رحلاته من حيث الوقت الذي استغرقته والمسافة التي قطعها، وهي رحلة هامة جداً في تاريخ تأسيس الكنيسة المسيحية الأولى، لأنها وضعت بولس موضع القائد بالنسبة لنشر كلمة الله. لقد بدأت الرحلة من سلوكية، الميناء البحري لمدينة أنطاكية بسوريا، ومن هناك بولس وبرنابة ومعهما يوحنا مرقس أبحروا إلى منزل برنابة في قبرص، ومن بافوس أبحر الرسل شمالاً إلى ساحل آسيا الصغرى، ثم نزلوا في برجة حيث فارقهم يوحنا مرقس. واستمر بولس وبرنابة في رحلتهما على اليابس، فعبر جبال تاورس الوعرة قبل أن يصلوا إلى بيسيدية بأنطاكية، حيث آمن بهما الكثيرين، لكن الاضطهاد أجبرهما على مغادرة المدينة والانتقال إلى مدينة أخرى. ثم سافر معاً إلى أيقونية حيث آمن الكثيرين أيضاً، ولكن دفعهما الاضطهاد مرة أخرى إلى الاتجاه جنوباً إلى ليسترا، حيث ترك الجموع بولس ظانين أنه قد مات، لكن بعد شفائه المعجزي استمر هو وبرنابة في رحلتهما إلى دربة حيث آمن بهم الكثيرين أيضاً. ثم عاد الرسولان إلى برجة وأخذ سفينة كي يعود بها إلى أنطاكية. ثم استدعوا بطرس ويوحنا وسألوهما: بأي سلطة أو بأي اسم عملتما هذا؟ فأجابهم بطرس وهو ممتلئ من الروح القدس: يا رؤساء الشعب ويا أيها الشيوخ، إذا كنتم تسألوننا اليوم عن الإحسان إلى مريض لتعرفوا كيف شفي، فاعلموا جميعاً وليعلم شعب إسرائيل كله أن هذا الرجل يقف هنا أمامكم صحيحاً معافاً باسم يسوع المسيح الناصري، الذي صلبتموه أنتم وأقامه الله من بين الأموات. هذا هو الحجر الذي رفضتموه أيها البناؤون، فصار رأس الزاوية. لا خلاص إلا بيسوع، فما من اسم آخر تحت السماء وهبه الله للناس نقدر به أن نخلص.
فلما رأى أعضاء المجلس جرأة بطرس ويوحنا تعجبوا لأنهم عرفوهما أميين من عامة الناس، ولكنهم علموا أنهما كانا قبلا مع يسوع، وهم إلى ذلك يشاهدون الرجل الذي شفي واقفا قربهما، فما كان لهم ما يجادلون فيه، فأمروهما أن يخرجا من المجلس. ثم تشاوروا وقالوا: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ فكل سكان أورشليم يعرفون أن هذه الآية المبينة تمت على أيديهما، فلا نقدر أن ننكرها، ولكن لئلا يزداد انتشار هذا الخبر بين الشعب فلننذرهما بأن لا يعودا إلى ذكر اسم يسوع أمام أحد. ثم استدعوهما وأمروهما أن لا ينطقا أو يعلما باسم يسوع. فقال لهم بطرس ويوحنا: أنتم أنفسكم احكموا، هل الحق عند الله أن نطيعكم أم أن نطيع الله؟ أما نحن فلا يمكننا إلا أن نتحدث بما رأينا وسمعنا. فأنذروهما ثانية، ولكنهم حاروا كيف يعاقبونهما، فأخلوا سبيلهما خوفا من الشعب. فالناس كلهم كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الرجل الذي نال هذا الشفاء العجيب جاوز حد 40. أعزائي من وادي قدرون، أريد أن أتحدث عن مختصر سفر أعمال الرسل، وطبعاً إحنا أوشكنا على نهاية الرحلة في هذه الدراسة. انتقلنا من الأراضي المقدسة إلى اليونان إلى تركيا، وها نحن نواصل الدراسة من وادي قدرون. وادي قدرون وادي جميل جداً مشهور في الكتاب المقدس، يفصل بين جبل الزيتون من الجهة الشرقية مع البلدة القديمة مدينة أورشليم القدس. جبل الزيتون طبعاً في أسفله بستان جتسماني، المكان اللي ألقي القبض على المسيح ليذهب ويحاكم أمام قيافة في جبل صهيون. لكن هذا الطريق القديم اللي صار فيه الرب يسوع ثم صعودا إلى بيت قيافة. تستطيع أن ترى كنيسة مريم المجدلية، القبب المذهبة الجميلة. من الجهة الأخرى أسوار أورشليم، البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية، المدخل القديم لمنطقة الهيكل. تستطيع أيضا أن ترى جناح الهيكل العظيم، وأمامي نصب يسمى نصب أبشالوم. هذا الوادي يسمى وادي قدرون، وله أسماء أخرى مثل وادي الملوك من الجهة الأخرى المرتفعة، ويسمى أيضا بالكتاب وادي يهوشافاط، أي وادي القضاء. سيجمع الله الأمم لكي يدين في هذا المكان. أريد أن أتحدث عن شرح مختصر لسفر أعمال الرسل، وأصلي من كل قلبي أن هذه الدراسة كانت سبب بركة لحياتك، أنك استمتعت بهذه الدراسة. مرة أخرى أريد أن أوضح شيء. هذه الدراسة ركزنا عليها من النواحي الخلفية، وأخذنا مقتطفات من هنا وهناك من سفر أعمال الرسل. هذا لا يلغي أنك أنت تقرأ كل السفر وتبتدئ بدراسة الإصحاحات آية آية بالتفصيل وبالتدقيق أيضاً، لأنه راح تساعدك على النمو الروحي، تساعدك أنك تنمو بالمعرفة والكلمة والحكمة أيضاً. سفر أعمال الرسل هو سفر عمل الرب المقام، المسيح المقام من خلال التلاميذ. قام من بين الأموات وابتدأ يظهر للتلاميذ، أراهم نفسه ببراهين حية. الكاتب طبعا البشير لوقا يكتب بوحي من الروح القدس، ويستفيد من الشهود العيان مثل القديسة مريم العذراء، بطرس الرسول، وطبعا كان يرافق بولس الرسول في رحلاته التبشيرية. يبتدئ سفر أعمال الرسل موضحا أنه لم ينتهي، كما قال المسيح: أمكث في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وفي هذه المنطقة من منطقة جبل الزيتون سأل التلاميذ يسوع: يا رب، متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب وقال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه،
لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود من أورشليم، كل اليهودية السامرة وإلى أقصى الأرض. وهذا هو عمل سفر أعمال الرسل، الشهادة مبتدئين من أورشليم ووصول إلى أقصى الأرض. نكتشف في الإصحاح الأخير أن بولس كان موجود في قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية. في الإصحاح الثاني التلاميذ يمتلئوا من قوة الروح القدس ويخرجوا ويبشروا بالكلمة. تحولت حياتهم من ضعف إلى قوة، من هزيمة وعار إلى جرأة وحماسة، يتكلموا عن الرب الحي المسيح المقام من بين الأموات. عزيزي ابقى معي، سأواصل حديثي بعد قليل. الله سيصنع نهضات عظيمة، ورح نشوف أمور خارقة جدا، وسوف نرى الكنيسة تمتد إلى كل أنحاء الأرض. أصر بولس على زيارة كنائس غلاطيا للمرة الثانية، لكن عندما اقترح برنابا أن يأخذ معهما يوحنا مرقس مرة أخرى، افترق الرسولين عن بعضهما، وانضم سيلا إلى بولس وراح يثبت الكنائس التي في سوريا وكيليكيا في طريقهما إلى دربة ولسطرة. وفي هذه المنطقة قابل بولس شاب صغير مؤمن يدعى تيميثاوس، والذي انضم بدوره إلى التلاميذ. وبعد أن زار ثلاثتهما الكنيسة التي في بيسيديا بأنطاكيا، مر عبر ميسيا حتى وصل إلى الميناء الهام ترواس. وفي ذلك المكان ظهرت لبولس رؤية رأى فيها رجل مكدوني يطلب منه القدوم إليهم. وفي طريقه إلى مكدونية أسس كنائس في مدن فيليبي وتسالونيكي وبيرية، ولم تخلو تلك الرحلة من المشاكل، لأن دائماً ما كان بولس وسيلة يواجهان معارضة من جهة هؤلاء الذين رفضوا الإيمان، حتى أنهما ألقيا في السجن في أحد المرات. وبينما ظل سيلة وتيميثاوس في بيرية لبعض الوقت، اتجه بولس إلى أثينا، وبينما هو منتظر أن ينضم إليه رفقاؤه، ألقى بولس عظته الشهيرة موجهاً حديثاً إلى الإثينيين من فوق هضبة مارس. ومن أثينا عبر بولس إلى كورنثوس، حيث ظل هناك مدة عام ونصف العام، وكان خلال تلك المدة ينشر الإنجيل بين الناس بنجاح كبير. ثم غادر بولس مدينة كورنثوس عن طريق البحر، وتوقف لمدة قصيرة في أفسس خلال رحلة عودته إلى أورشليم وأنطاكيا. أعزائي، يوم الخمسين يعتبر واحد من أهم الأيام، إذ جاء الروح القدس اللي وعد في المسيح للتلاميذ. امتلأوا من قوة الروح القدس، روح القوة والمحبة، وابتدأوا يشهدون ويكرزون بالإنجيل والكلمة. فنرى بطرس الرسول هنا قريب من منطقة الهيكل يتكلم بعظته الشهيرة، محورها الصليب والقيامة، أن يسوع اللي صلبته هو حي. أكد لهم أنه المسيح حي، يعمل آيات ومعجزات حتى هذه اللحظة. فالمحور كان الخلاص والفداء بواسطة الصليب والقيامة. فالرب ضم في هذا اليوم 3000 نفس للكنيسة، فابتدأت الكنيسة تنمو وتتطور، وأعداد غفيرة تأتي إلى الكنيسة. فابتدأوا يعلمون ويجتمعون في البيوت ويصلون، يكسرون الخبز ببساطة قلب وبمحبة، يعبدون الرب، وكانوا يشهدون عن نعمة الله، وكان لهم أيضا نعمة أمام الجميع. في الإصحاح الثالث بطرس ويوحنا ذهبوا حتى يصلوا، شافوا شخص عاجز الرجلين 40 سنة مريض في هذا المرض. فبطرس قال له باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. شفي، أدت هذه المعجزة إلى خلاص الكثيرين، لكن ابتدأ من هذا المنطلق الاضطهاد والمقاومة ضد التلاميذ والرسل. فأخذوهن إلى حبس العامة وابتدأوا يستجوبوهن، وحاولوا أن يمنعوهن أن يتكلموا عن هذا الاسم، لكن بولس بطرس الرسول كان مصر
ويأكد أنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. فابتدأت الكنيسة تنمو أكثر بواسطة الاضطهاد، لكن أيضا ابتدأ بتنقية الكنيسة في حادثة في أعمال الرسل إصحاح 5. حنانية وسفيرة باعوا ملك، لكن لم يعطوا كل المبلغ، كذبوا على الروح القدس وجربوا الروح، فبطرس الرسول تكلم وماتوا الاثنين، فوقع خوف على الجميع وأدى هذا إلى مجد الله وامتداد الكنيسة. لكن في الإصحاح 6 ابتدأ التنظيم، أنه كان الرسل يهتموا بالكلمة وبالصلاة، فحدث تذمر من العبرانيين اليونانيين ضد العبرانيين اللي من نفس البلد من أورشليم، وانتخبوا طبعا 7 شمامسة اللي منهم استفانس وفيليبوس حتى يخدموا الموائد ويهتموا باحتياجات الناس. لكن استفانس كان مملوء بالروح القدس والقوة والإيمان والكلمة وابتدأ يتكلم، فطبعا أخذوه ألقوا القبض عليه وابتدأوا يستجوبوه، فتحدث بعظته الشهيرة، وهذه العظة طبعا كان سبب حنق لليهود، فأخذوه ورجموه بالحجارة فيعتبر الشهيد الأول. وبعد هذا الاستشهاد نرى أن الكنيسة تتشتت وابتدأ تخرج عن حيزها من أورشليم إلى منطقة السامرة وإلى أماكن أخرى. في الإصحاح 8 نرى فيليبوس يذهب إلى منطقة السامرة، الله بيستخدمه بآيات ومعجزات ورجوع النفوس الكثيرة، ثم يأتي بطرس ويوحنا ويعطوا موهبة الروح القدس للسامريين، فأصبحوا أيضا من جسد المسيح ومن كنيسة المسيح. وفي نفس الوقت الروح القدس كلم فيليبوس أن يذهب إلى البرية على الطريق إلى غزة، وهناك بشر خصي الحبشي آمن وأخذ البشارة إلى أفريقيا. لكن نقطة تحول مهمة جدا أيضا، النقطة الأولى كانت يوم 50 أي عيد ميلاد الكنيسة والامتلاء بالروح القدس. الحدث الثاني في الإصحاح 9 تغير شاول الطرسوسي اللي كان يضطهد الكنيسة بضراوة، تقابل مع الرب المقام، غير حياته ومسحه بقوة الله كي يكرز ويواصل بالكرازة. نقطة تحول أخرى في الإصحاح 10، الرب بإعلان يكلم بطرس وهو في يافا أن يذهب إلى قيصاريا ويكلم كورنيليوس قائد 100 شخص أممي عن المسيح، وهنا فتح الباب أمام الأمم، وابتدأ بطرس يدافع عن هذا الموضوع إذ تكلم في مجمع أورشليم. لكن من إصحاح 13 نرى أعظم قرار وأخطر قرار أخذته الكنيسة عندما كانوا في أنطاكيا يصلون ويصومون، قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول، وبالفعل صلوا ووضعوا الأيدي وانطلقوا بما نسميها رحلات بولس التبشيرية. عزيزي أريد أن أواصل عن هذا الموضوع بعد قليل. الرسول بولس المرحلة الأولى من رحلته التبشيرية الثالثة براً عبر آسيا الصغرى، ماراً بمدن منطقة غلاطية وفريجية وتشمل طرسوس وأيقونية، وفي النهاية وصل إلى أفسس حيث قضى هناك مدة 3 أعوام تقريباً. لقد بذل بولس الرسول مجهوداً كبيراً في أفسس، حيث كان يقوم بالتبشير والتعليم عن إنجيل يسوع المسيح وعن المعجزات الكثيرة التي أجراها الرب. وفي النهاية زادت المعارضة من جهة الوثنيين الذين كانوا يعبدون الإله أرطميس، حتى كاد بولس الرسول أن يتعرض للقتل، فهرب من المدينة متجها إلى الساحل عابرا ترواز في طريقه إلى مقدونية، حيث أمضى هناك قرابة 3 أشهر. بعد سفره عبر اليونان عاد بولس الرسول إلى ترواز، ومن هناك استمر في رحلته عبر آسوس وساموس وميليتس، ثم قطع بولس الرسول المرحلة الأخيرة من رحلته عبر طريق باترا، ثم اتجه إلى سوريا، ومن هناك انطلق في طريقه إلى قيصرية،
حتى وصل إلى أورشليم في نهاية الرحلة. أعزائي، أواصل حديثي عن شرح مختصر من سفر أعمال الرسل. صامت الكنيسة في أنطاكيا وصلت، أرسلوا الرسول بولس وبرنابا ما نسميها رحلات بولس التبشيرية. وبالواقع هنا بولس يتحول الشخصية الرئيسية والرسمية في سفر أعمال الرسل. صار في الرحلة الأولى من هنا من منطقة طبعا أنطاكيا من سوريا، وتوجه إلى قبرص ثم إلى آسيا الصغرى، وابتدأ هناك يصل إلى أماكن لم تصلها رسالة الإنجيل. كان هناك يربح النفوس وكانت تأتي إلى معرفة المسيح، ثم يتلمذ ويعمد ويؤسس كنائس محلية، يرسم شيوخ وقساوسة حتى يقودوا ويرعوا هذه الكنائس، ثم يرجع إلى أنطاكيا لكي يعطي تقرير عن ماذا حدث. رحلته الثانية ذهب إلى آسيا الصغرى، ولكن منشوف في تحول أيضا حدث. شاف رؤيا رجل مكدوني قائلا له أعبر إلينا وأعنا في أعمال الرسل إصحاح 16، ومن هناك أخذ السفينة في بحر إيجية إلى جزيرة ساموثراكي إلى نيابوليس، أول ميناء في أوروبا منطقة فيليبي، ومن هناك صار في طريق فيا إغناطيا إلى أول مقاطعة، أول كولونية اللي هي مستعمر رومانية فيليبي، ومن هناك استمر بسفره إلى تسالونيكا عن طريق أمفيبوليس وأبولونيا، ومن تسالونيكا إلى بيريا، ومن هناك إلى أثينا ثم كورنثوس، رجع إلى إفسوس في فترة صغيرة ثم رجع وأعطى التقرير في الرحلة الثانية. الرحلة الثالثة بشكل مختصر إنه ذهب وحاول يشجع المؤمنين، يبني المؤمنين ويساعدهن في النمو الروحي. هذه الرحلات التبشيرية غيرت العالم أنذاك، أقصد آسيا الصغرى، ووصلت البشارة إلى طبعا أوروبا، ومن هناك أيضا ابتدأ تصل البشارة إلى كل أنحاء الأرض. رجع بولس إلى منطقة أورشليم، وهنا عند منطقة الهيكل بمؤامرة ومكيدة ضده ألقي القبض عليه، أخذ إلى منطقة قصاري عند البحر الأبيض المتوسط، وكان هناك فترة سنتين في السجن. حكم أمام فيليكس فيستوس وأمام الملك أغريباس، وأخيرا رفع دعوى إلى قيصر. ولما صار المعاد أخذ طبعا سفينة من البحر الأبيض المتوسط من قصاريا، وحتى في البحر انكسرت فيه السفينة، وصل إلى مليطة، الله استخدمه بآيات ومعجزات، ومن هناك وصل إلى قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية برسالة المسيح. وصل كسجين، لكنه وصل وتمت الكرازة وتمت البشارة بواسطة بولس الرسول. عزيزي، كما رأينا كنيسة سفر أعمال الرسل كنيسة ناجحة جدا، ممتدة ومنتشرة إلى الأمام، أخذت مواقع في كل أنحاء العالم لأن التلاميذ امتلأوا بقوة الروح القدس، كانوا متيقنين من حضور المسيح معهم، الرب المقام من بين الأموات، كانت الكرازة كرازة نارية ممسوحة بقوة الله، كانوا يتمتعوا بالمحبة الكاملة، هذه المحبة اللي وحدت الكنيسة بعمل مشترك أن ينطلقوا بقوة الله. واجهت الكنيسة الأولى اضطهاد شديد ومرير، لكنها لم تحارب بالجسد، لأن أسلحة محاربتها ليست جسدية، بل حاربت بقوة الروح، بل هدمت الحصون وهدمت مملكة الجحيم وانتصرت على الشيطان، ووصلت الكرازة إلى كل أنحاء الأرض. فالسؤال الذي أطرحه في هذا الوقت، إيه اللي تغير بين سفر أعمال الرسل لهذه الأيام؟ لماذا نرى في سفر أعمال الرسل قوة الروح القدس بقوة عظيمة جدا، ونرى معجزات خارقة وفائقة، نرى قوة نارية بالكرازة والشهادة أثرت على كل أنحاء العالم؟ شو المشكلة اليوم؟
أعتقد أن المشكلة فينا مش المشكلة بالرب. ليه مش عمالين نشوف هذه القوة في هذه الأيام، المعجزات أو قوة الروح القدس؟ ليه مش عمالين نشوف هذا العمل الفائق؟ نشوف انقسامات وتحزبات وخصام بكل مكان، الكنيسة غير موحدة. لماذا أحبائي؟ السر هو الروح القدس. من أجل هذا هو سفر أعمال الروح القدس. إذا سمحنا للروح القدس أنه يملأ حياتنا، رح نشوف قوة الله وحضور الله ومجد الله في حياتنا. عزيزي، في الختام لا يسعني إلا أن أقول كلمة إيجابية، إن الله وعد في آخر الأيام أنه سيسكب روحه على كل بشر. والشيء الجميل إنه بسفر أعمال الرسل لم يختتم سفر أعمال الرسل، وكأنه يريد أن يقول إن الأعمال مستمرة حتى يومنا هذا. لم يقول كلمة آمين، لأنه كلمة آمين تطلق عندما يأتي المسيح، لأنه لازم يكون في سحابة من الشهود حتى آخر لحظة. الكنيسة نمت بواسطة الاضطهاد، بواسطة قوة الروح القدس، بالكرازة والمحبة اللي أثرت على الجميع. أصلي من كل قلبي إنه هذه الدراسة كانت سبب بركة لحياتك، وكانت سبب استفادة روحية لك. ومرة أخرى بشجعك إنك تقرأ في سفر أعمال الرسل وتدرس عن عمل المسيح من خلال هذه الكنيسة. وصلي لكنيستك، وصلي لمجتمعاتنا في الشرق الأوسط شمال أفريقيا، إنه مجد الله وحضور الله يملأ كل الأرض، لأنه معرفة مجد الله سوف تملأ كل الأرض. وأنا أؤمن نحن في هذه الأيام الله سيصنع نهضات عظيمة، ورح نشوف أمور خارقة جدا، وسوف نرى الكنيسة تمتد إلى كل أنحاء الأرض قبل مجيء المسيح. وصلي أن الرب يباركك. وعلى فكرة، إذا عندك أي سؤال، إذا بتحب تتصل معنا، إذا بتحب تكتب لنا، إذا بتحب تعطي تعليق، من فضلك اكتب أو اتصل. إلى اللقاء، والرب يباركك. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534، أو من داخل مصر 012-02-666-07، أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288، أو